تأخرت مع الست هايدي جوا. طب أقول لك حاجة على كوريا دي. كوريا دي يا ست هانم يدها تتلف في حرير، بتشتغل شغلانة زين. الست بتقوم من تحت يدها حاجة تانية خالص. يبقوا شبه الرجالة يا أخوي. والله أنا هجربها يا عم شكري، بس الأول نشوف هايدي ممكن تطلع إيه من المأساة اللي جوه دي. ها جاهزين؟ غمضوا عينيكم. يلا يا كوريا تعال. اخرب بيتك هجول لها مش بدراعتي مالت كده اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا. ايه ده؟ انا مش مصدقه عملتيها ازاي دي يا هايد؟ لا ده لو كده تيجي تشتغلي معايا. ماما تخلصينا يا اختي انت وهي، عايزه اخش اغير الهدوم اللي انا لابساها دي، حاسه انها مقمطاني كده مش مرتاح. ها ايه رايك؟ هو اكيد شكلها احسن كتير يا هايد، بس اسلوبها لا وشغلها ما شفتوش. اسلوبي؟ مالو اسلوبي يا اختي؟ بقول لك ايه؟ فين الكيسه اللي فيها الهدوم بتاعتي؟ انا قلت لك يا جوني من الاول انا ما ينفعش اشتغل عند حد، هتقعد تتني وتفرد عليا. بقول لك ايه؟ انا خلاص مش هينفعني الكلام ده، انا هخش اغير البطوز اللي انا لابساها ده، انا ماليش في الهبل ده. تعالي 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 يا كوريا، مش هتغيري ولا حاجه. كانت هايدي قاعده عندها دي كوريا بنت اخت شكري، شكلها نضف قوي البنت دي، جميله جدا. انا ماليش في الهبل ده اصلا. ده ايه ده ان شاء الله؟ وانا بقول شقتي مكتومه ليه وما فيهاش هوا؟ شقتك؟ شقتك يا ام الشقه الله يرحمها، كان كل شقه في كعب رجله قد شقه تعبان، شبعه بعد جوعه صحيح. شفتي؟ اهو ده اللي كنت عامله حساب مين اخدتي من هنا. يلا بس يا بنت انت وهي. عيب عيب، احترم الهدوم اللي انت لابساها دي. بقى كده يا ست هايدي جايبه لي الناس العره دول يطول لسانهم عليا في شقتي. عره؟ مش بقول لك يا بنت الله يرحمه. وبعدين تعالي هنا، شقتك اللي عماله تتعوج علينا بيها دي يا اختي جايباها من لحمك اللي بتعرينا الرجاله. ايه بخت شيء مش كده، احنا في بيتها برضه. خلاص بقى يا نوال، في ايه؟ مش انت قلتي لي استضيفي اللي انت عايزاه؟ قلت لك يا اختي هاتي الناس النظيفه اللي شبهك، مش جايبه لي زبالتك. ويا اختي لحم اللي انا بعريه ده ما حلتكيش زيه، ولا ناسيه كبدك خطيبك حبيب القلب اللي كان بيجري ورايا وهيموت عليا؟ لا حلتها وانت الصادقه، ده كان بيشمشم وراك عشان انت رخيصه، ما تيجي اتطلعتي واترميتي اهو، كان عبارك ولا جالك؟ يا حبيبتي ما هم الرجاله كده، ليها نسوان نظيفه للجواز ونسوان كسر الفراخ العين. انا كسر يا بنت؟ يا اللي مش عارفينك بنت من واد، يا بنت يا وزع، يلا يا بنت اخرجي بره بيت. مالك يا ستلفي؟ انت جاي سكرانه ولا ايه؟ على فكره انت كده بتغلطي فيا عشان دول ضيوفي. ضيوفك؟ ضيوف ايه يا اختي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا مزاوياكي يا حبيبتي، ده بدل ما تبوسي رجلي صبح وليل جايبه لي سبالتك وجايه. يلا بينا يا كوريا، انا هنزل معاكي. ست نوال معلش، هو في سوء تفاهم. يوه انت ما ينفعش تنزلي يا جماعه، المشاكل تتحل بطريقه اهدى من كده. وبعدين مفيش حاجه اسمها نزول يا هايدي، احنا مش بنهرج. خليك انت يا جولي، انا هنزل انا وربنا يصبرك على الهم ده لحد ما تخلصي منه. هبقى ابعت لك الهدمه دي مع خالي شوقي. استني انا هنزل معاكي، يعني هنزل معاكي. عايزه تنزلي يا حلوه انزلي بشوقك، بس كده بقى يبقى انت اشتريتي عداوتي، وربنا يكفيكي بقى شر عداوه الرقصات. على فكره يا دينا، كانت اكبر غلطه ان احنا جينا هنا وجبنا هايدي معانا، المكان في منتهى الخطوره عليها. ليه بس يا نادر؟ هو اصلا مفيش حل تاني، والبنات مشوا من هنا من اكتر من ساعه ومفيش حد زي ما انت شايف. وبعدين كنت عايز ناخد هايدي ونروح بيها فين في وقت زي ده؟ بعدين مش انت قلت لي ان خلاص المراقبه اتشالت؟ في ايه يا نادر؟ ايوه المراقبه اتشالت، بس ما ينفعش ننسى انك مطلوبه. خلاص يا نادر احنا بقينا هنا، المهم هنشوف هايدي هتروح فين. ده بقى البيوتي سنتر بتاع دينا اللي انت هتشتغلي فيه، ايه رايك فيه؟ حلو مش كده؟ مش فورتيكا يعني؟ وقلعيها ولبسيها على ايه؟ ده المحل بتاعي في روح عنه، على الاقل ريحه خفيف كده. بس بقول لك ايه؟ هو مع حق برضك، انت ما كانش المفروض تسيبي شقه الرقاصه. يا بنت هتضيعي روحك عشاني؟ ماله؟ انت ياما عملتي كده علشاني. وانت ايه ده؟ وانا اي حاجه اعملها تنقشيها ولا ايه؟ انت هتجيبي روحك ليا؟ هو انت مش هتبطلي؟ طب خلاص عبط.
بقول لكم ايه؟ ريحوا دماغكم، انتوا من اول كده لا بتعرفوا تحلوا ولا تربطوا. انا خلي شكر راح ودي سندس عنده ودلوقتي هجيب سوكا ويجي، هنقعد احنا مع بعضينا نمخمخ لكم كده في مكنه حلوه تبقى نظيفه ومش متداسه ونداري فيها البت جولي. ريحوا انتوا قلبكم بس. يعني ايه مكنه؟ يعني مكان، مكان. برافو عليك يا كوري، هو ده الكلام. ايه اللي برافو عليكي دي؟ وانا في الروضه؟ وبعدين ثم تعالى هنا، احنا من ساعه ما قعدنا وانت راقبني كده، ايه؟ هتاخدنا اربعه في سته ولا تعمل لي بطاقه؟ وبعدين بقول لك ايه؟ انت تبع مين في القعده الحلوه دي بقى بالصلاه على النبي؟ ايه دي بقى؟ ده الدكتور نادر المحامي بتاعي. دكتور على نفسه يا اختي، ما بحبش الرجاله تقعد تفصص في الحريم كده وهي قاعده، ايه؟ هياخدني كاتش فين؟ البنت دي هي اللي ممكن توقع مروان. مين دي؟ كوريا؟ ايوه كوريا. المهم خلينا نفكر في المكان اللي هتروحي فيه الاول، وبعد كده هشرح لكم كل حاجه. انتوا ان شاء الله طول البعض. بقول لكم ايه، انا هخلع فيلتكم السودا دي. ما تهدي بقى يا كوريا، خلينا نفهم في ايه. يا انسه كوريا، نادر لا يمكن يضرك، اوكي؟ لا انسه ده اهدي بس يا كوريا. انت قصدك ايه يا نادر؟ احنا مش قلنا ان مروان نقطه ضعفه الفلوس والستات؟ كوريا اتغيرت 180 درجه في ساعتين زمن بس. مين عارف لو نظفناها اكتر من كده شويه واخدنا معاها شويه وقت ممكن تكون النتيجه ايه؟ تنظف مين يابا؟ يا اختي مين ده؟ بقول لك ايه؟ يا كوريا سلام عليكم. يا كوريا دكتور نادر ما يقصدش. يا انسه كوريا دكتور نادر احنا لسه هنتكلم عن الشغل. في ايه؟ ده العالم دي؟ ده بيقول لك تنظفها وليه؟ وانا كنت معفنه؟ تعالي بس يا كوريا. دكتور نادر ما يقصدش. استهدينا كوريا دي، يا الشيطان يا الشيطان استهدينا. ها اقعد يا كوريا. اقعدي اهدي. ما يقصدش، ما يقصدش في ايه؟ طب بقول لك ننضفها ليه وانا معفنه؟ المهم انا وسوكا واحنا جايين في الطريق عرفت ان خد شقه جديده في شارع الهرم جنب الكباريه عدل بالظبط. يا ريت بس ست الكل هايدي يا ريت تشرفينا وتقعدي يومين كده عند امي، واذا كان عليا انا ممكن اقعد في اي بنسيون يعني. يعني معقول يا سوكا هتسيب شقتك علشاني؟ انا بصراحه ماليش في الشقه اللي فيها السيراميك ديت، يعني بيجيلي منها كرشه نفس يعني. وبعدين انت اختي كبيره وبصراحه انت تعبت كتير قوي قوي. اقول لك حاجه بس، يا رب تستحمل امي. لا نهار اسود بلاش امك يا سوكا. لا امك لسانها بيدلدق بالكلام على طول زي الزير المخروم بالظبط. ونوال لو عرفت جول فين هتسلمها محاره وحلوه. نوال من الاساس ما تعرفش ان احنا سيبنا الحاره، واذا كان على امي ب 200 جنيه ممكن تقعد في الشقه ما تخرجش لمده شهرين. بس ست الكل تقول امين. كتر خيرك يا سوكا، احنا مش عارفين نودي جمايلك فين. انا اللي مش عارف اقول لك يا استاذ، بس بلاش كتر خيرك ديت يعني، ده اقل واجب نعمله يعني. كده تمام يا جماعه، خلصنا موضوعك يا هايدي. نتكلم بقى على موضوع كوريا. يا باشا البت اللي اسمها كوريا المسترجله دي شافتني قاطرها فافتكرتني بعكسها، لمت عليا امي لا اله الا الله وطحنوني. عشان متخلف تستاهل يا كحول. اللي بتراقبه ما ينفعش اعرف انك بتراقبه، تلاقيك كنت لازق لها فشافتك. نعمه ابدا يا باشا. غور وانا هتصرف من غير مراقبه ولا زفت. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. علاء فينك؟ اه عاوزك. ما ينفعش قبل كده؟ تمام سلام.